انتهت اللجنة المنظمة لمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس من إرسال الدعوات للمشاركين في المؤتمر المزمع عقده يومي 17 و18 من يناير المقبل. وتبحث جلسة المؤتمر الذي ينظمه الأزهر الشريف بالاشتراك مع مجلس حكماء المسلمين سبل التعامل مع قرار واشنطن بحق القدس واتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة.